الاستقرار يسود المشهد الاقتصادي في مصر، خاصة بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة. هل سيستمر هذا الاستقرار أم ستحدث مفاجأة؟ تفاصيل أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وسعر الذهب بمختلف عيرته من خلال هذه التغطية. يواصل بالفعل الدولار استقراره للشهر السادس على التوالي في البنوك، وسجل اليوم الاثنين 25 من سبتمبر في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه قرشا للشراء و 30.96 جنيه قرشا للبيع. أما عن سعره في البنك الأهلي المصري وبنك مصر فسجل نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع. وجاء بالفعل أعلى سعر صرف للدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث سجل حوالي 30.95 جنيه للشراء، وفي البنوك الخاصة سجل سعر الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك الأهلي المتحد والتجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي، والإمارات دبي الوطني، المصري لتنمية الصادرات، وقطر الوطني QNB، وكذلك في المصرف المتحد وكريدي أجريكول وقناة السويس والكويت الوطني والمشرق HSBC وبلوم أيضا. أما في بنك التنمية الصناعية فسجل سعر صرف الدولار نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع. وكانت بالفعل قد ثبت البنك المركزي في اجتماعه الأخير الخميس الماضي أسعار الفائدة الأساسية للمرة الرابعة خلال عام 2023، وأبقى سعري عائد الإيداع والاقتراض لليلة واحدة، وسجل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. أما عالمياً، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لنظل في نطاق 5.25% و5.50% لتصل معدلات الفائدة بذلك إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 22 عاماً. من جانبه حلل محمد هشام المحلل الاقتصادي سبب ارتفاع الدولار الفترة الماضية، حيث فسره بأنه انعكاس لقرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية لمدة عام على أسواق المال العالمية، وأضاف أيضا أن البنك الفيدرالي الأمريكي بدأ منذ عام دورة تشغيل السياسة النقدية لتصل إلى أعلى مستوياتها في 22 عام، إضافة إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، بالإضافة أيضا إلى ارتفاع أسعار الذهب لأعلى المستويات. أما عن العملات الأجنبية الأخرى فسجل سعر اليورو حوالي 32.91 جنيه للبيع و 32.80 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الجنيه الاسترليني حوالي 37.92 جنيه للشراء للبيع و 37.79 جنيه للشراء. أما سعر الريال السعودي فسجل حوالي 8.24 جنيه للبيع و 8.22 جنيه للشراء. ووصل سعر الدينار الكويتي إلى 100.13 جنيه للبيع و 99.79 جنيه للشراء. أما عن أسعار الذهب اليوم الاثنين فشهد بالفعل تراجعا على مستوى عيرته، وسجل عيار 21 حوالي 2210 جنيهات للشراء، بينما سجل سعر الجرام عيار 18 تراجعا عن 1900 جنيه رسميا الآن، ويبدأ سعره اليوم من 1889 جنيها، بينما سجل نحو 2500 جنيه في ذروة الارتفاع في إبريل الماضي بما يزيد عن 600 جنيه. وبلغ بالفعل عيار 24 حوالي 2526 جنيه، وهو أعلى الأعيرة سعرا، وسجل بالفعل أيضا عيار الذهب عيار 14 للشراء حوالي 1473 جنيها، بينما تراجع عيار 12 إلى وهو الأقل أعيرة إلى 1259 جنيها. أما الجنيه الذهب تراجع أيضا، وسجل سعر الجنيه الذهب الذي يزن حوالي 8 جرامات حوالي إلى 17,532 جنيه بعد أن كان 17,960 جنيها، بفرق 300 جنيه، وكان قد سجل حوالي 18,200 جنيه قبل أيام.
يظل أيضا متراجعا بقوة على أعلى سعر سجله في إبريل الماضي، وهو كان 22,000 جنيه و400 جنيه. نذكر حضراتكم بأن هذه الأسعار يضاف لها سعر المصنعية عند الشراء، ويبدأ سعر المصنعية من 80 جنيها وقد يصل إلى 150 جنيها في بعض محلات الصاغة، وقد يكون بين 6 إلى 10% من سعر الجرام. أما عالميا فسجلت الأوقية تراجعا على مستوى العالم، إذ سجلت الأوقية في بورصة نيويورك في العقود الفورية حوالي 1923 دولارا بعد أن كانت 1928 دولارا قبل ساعات، بينما سجل أيضا 1945 دولارا قبل 4 أيام و2056 دولارا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي. وعن الجديد في عالم أدب، كانت أكدت إيمان نهاني وهي مصممة المجوهرات أن تجار الذهب والمصنعون تأثروا بالفعل بارتفاع الأسعار العالمية. أكدت أيضا أنه يتم الآن اللجوء لتخفيف الوزن مع وجود شكل مميز، وبالفعل أصبح لدينا أشكال مميزة في صناعة الذهب وأدخلنا أشكال جديدة عليه وتتنافس صناعة الذهب العالمية المحلية. مشاهدينا، هذه كانت آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار اليوم، وزلنا نتابع مع حضراتكم كل جديد، وإلى هنا تنتهي تغطيتنا. لمزيد من المتابعات والأخبار تابعونا على موقع صدى البلد. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.